تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطورا ملموسا في مختلف المجالات، وقد تبلور ذلك سياسيا في حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بغية تفعيل العلاقات الثنائية. كما يهتم البلدان بتوسيع دائرة الحوار والتبادل الثقافي كجسر للتقارب بين الشعبين. علاقات متميزة تشهدها مصر والدنمارك في المجالات كافة، خاصة في ظل حرص البلدين الصديقين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لتتوطد العلاقات الثنائية بشكل كبير نتيجة تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بهدف تفعيل وتدعيم التعاون المشترك. فدبلوماسياً، تعددت اللقاءات بين وزير الخارجية سامح شكري ومسؤولين من الدنمارك لبحث جميع ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً، وهو ما أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الدنماركية، وذلك بشأن التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لتمتلك العلاقات بين مصر والدنمارك من مقومات القوة والمتانة ما جعل القاهرة وكوبنهاجن شركاء في مجالات عدة ومتنوعة، كما تتفق الدولتان على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. جوانب عدة مشتركة بين البلدين، من بينها الجانب الثقافي، حيث يهتم البلدان بتوسيع دائرة الحوار والتبادل الثقافي كجسر للتقارب بين الشعبين، فضلاً عن الحرص المتبادل على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية التي تنظمها كل من البلدين.